شلونكم؟ بشروني عنكم يا حبايبي. اليوم انا شغال على البيت حق الاسطوري، بس للاسف الشديد ما خلص الى الان، ما خلص. مستعدين تشوفون حاجه؟ شوفوا ايش سويت. والله ماريو وشرشبيل وكل الناس بيصدمون. 1 2 3 شوفوا ايش سويت، سكرت على البيت كامل عشان ما حد يشوفه الا لما يكتمل تماما. واذا تبغون تشوفونه ركزوا واضح شويه، والبيت واضح شويه تقدرون تشوفونه، لكن ما بخشفونه كامل لان لسه ما خلص. ليه ما نخلصه؟ بس اول شيء نحتاج نجيب فلوس مره كثير. شوفوا الصندوق هذا لازم اعبيه كامل لعشان اشتري كل حاجه ويصير البيت جاهز 100%. لازم اجمع هذه الفلوس كلها ونقصتني كثير. والله ماني عارف وش اسوي، كيف راح اقدر اكمل البيت بدون ما اجيب هذه الفلوس كلها؟ كيف؟ ما في احد يساعدني. اخوي ماري وينه؟ ماري ساحب علي، قال بساعدك بعدين سحب علي. والله لا اوريك. طيب ماريو، اخوي ماريو. اخوي بسم الله وش فيك؟ ما شاء الله تبارك الله، وين اللي بيساعدني بيبني البيت معاي؟ ما شاء الله تبارك الله. والله فاتتني نومه يا اخوي، والله اني كنت نايم. تبي تشوف حاجه؟ شوف صوره الصين العظيم. يا اخوي هذا البيت حقي، بس اسمع ترى ما واضح مره، انتبه لسه انا ما خلصته، بعدين بشيل كل هذا وبتشوفون البيت جوا. البيت جوا بيكون مره جميل. بس يا اخوي في مشكله، ناقص فلوس كثير. كيف نجيب الفلوس هذه كلها؟ كيف؟ علمني. والله ما ادري كيف نجيبها. ما ادري والله يا اخوي، بس يقولون انا بساعدك. والله يقولون انك بتساعدني. ايوه يقولون انك بتساعدني. والله ماني عارف وش اسوي. ساعدني يا اخوي ماري، ساعدني. بساعدك يا اخوي، والله ما اخليك. السلام عليكم، وش تسوون وين تصومون؟ وعليكم السلام، ما شاء الله تبارك الله. انت من وين جاي؟ طيب انا جاي من بيتي يا حبيبي، من بيتي جاي. وش جابك عندنا؟ ما شاء الله يا لويدي، وش البيت ذا؟ لبنانيه ولد، والله شكله مره رهيب. لا 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 لا. طيب خلاص البيت هذا ما تشوفه. والله شايفين البيت انت وياه وانا ما شفته. بتشوف يا اخوي ماري، بس اول شيء لازم نخلصه كامل افضل شيء. صح يا شباب؟ اسمع انا لي عندي. طيب جاي. تبغى تشوف البيت؟ بس تبغى تشوف البيت ابغاك تساعدنا يا شرشبيل. دحين احنا ما نقدر نسوي البيت. انا جاي اساعدكم. فلوس ناقصه يا ولد. ليش فلوس كثير؟ ما عندكم فلوس. طيب ما في مشكله. اسمع بقول لك شيء، انا صح اني اخذت الفلوس ذي، بس ترى في جزيره فيها كنز اسطوري. ها؟ هات الفلوس. أيوة. حقتي. طيب هات الفلوس حقتي. جزيرة فيها كنز اسطوري وين؟ يا حرام. لا يا حبيبي انا اخذت الفلوس دي اني اعطيتكم معلومة اسطورية. في جزيرة فيها ذهب اسطوري. وين الجزيرة هذه ان شاء الله؟ وين هي؟ الجزيرة موجودة في نص المحيط، لازم تبنون قارب عشان تروحون لها. في نص المحيط؟ طيب وين نص المحيط؟ وين يعني وين؟ نص المحيط ما لي دخل فيكم. مع السلامة. هذه حرامي. والله مريض. بس الصراحة فلوس ما كانت تكفي، يعني حتى لو أخذها ما كانت تكفي. هل معقولة إنه صادق وفي فعلا جزيرة في وسط المحيط فيها ذهب وكنوز كثيرة؟ والله بيكون شيء أسطوري. حبيبي الله يا أخوي ماريو، خلينا الآن نسوي قارب أسطوري. أنا أعرف كيف أسوي قارب ممتاز جدا. راح نبني قارب ونروح للجزيرة هذه ونبحث عنه في كل مكان. يا سلام. أخيرا كلمت واحد أعرفه من زمان، دائما يبيع قوارب، وقال يا لويجي لأن عندك مهمة صعبة وأن ساعدتني دائما راح أسوي لك قارب ممتاز جدا نفاذ وسريع. لازم الآن أروح وأستلمه، بس ما أدري وأحطه في مكان ما هنا. قال لي تعال هنا تحصل القارب، قارب كبير ونفاذ كويس. ماني عارف وين يا ربي، ماني عارف وين. السلام عليكم لويجي، وش صار؟ وش هذا أخوي ماري؟ وش هذا؟ هذا قارب اللي سويته؟ يا حليلك يا حليلك. دقيقة بركب معك. دقيقة تعال قرب. يلا ركب. يلا تبغانا نروح نبحث عن جزيرة الكنز بالقارب هذا الخايس؟ ايوه لازم نجيب الكنز يا حبيبي. روح يسار. شوف هناك. وش في؟ شوف هناك. شوف هناك يا اخوي. يسار. روح يسار. تشوفونه؟ شوف القارب الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مين؟ هذا لي يا حبيبي، لي. انزل. كيف؟ واو اخيرا عندنا قارب نفاذ. شوفوا كيف. يا سلام. بسم الله. من جد هذا لنا يا اخوي ولا شوف هذا الطارة. والله هذا الطارة اللي تتحرك هذه.
هذا تعرف مين اللي جابه؟ بائع القوالب. حطنا اكل وحطنا كل شيء. قال يا لويجي خذ هذا القالب لاكلي مده يوم كامل، وانا الصراحه جبت اكل وبحط هنا في العلب هذه الكراتين عشان اذا احتاجنا حاجه في نص البحر نقدر ناكل منها اي حاجه نبغاها. وحطيت هذا الصندوق الثالث. خلاص كذا الان عندنا اكل وعندنا كل شيء. احنا جاهزين يا حبيبي. جاهزين. عندنا القالب النفاث، قالب لويجي. بس والله الصراحه ودي اخذ نظره من برا بشوف شكله كيف. شوف القارب كيف. شوف القارب مالي الخايس الصغير وقارب حق الكبير في شبك وحركات وقزاز. ايه ماريو القارب حقك معبد برسم عليه. ايه هذا القارب يا حبيبي، هذا اللي يسمونه قارب. يلا خلينا الان نبدا ونمشي نروح يا حبيبي، نبغى نمشي ونروح بعيد. ايه تمسك اخوي ماريو. يلا خلينا نبدا الحين. يا ماريو قاعد اشوف جزيره قدامنا. خلينا نوقف هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله اتوقع وصلنا. وش هذا الجزيره العملاقه؟ ماريو انت معي ولا لا؟ وش قاعد تسوي؟ قاعد احاول اصيد سمك يا اخوي. اصبر شوي. ما شاء الله قاعد تصيد سمك. شوف الدلفين هنا. شوف الدلفين. في دلفين هنا وفي حركات. شوف الدلفين ينطب. يا حبيبي ركز احنا وصلنا. نطيح. احنا نبغى الكنز يا اخوي ماري، ما نبغى الاكل ولا السمك، نبغى الكنز. شوف الجزيرة هذه، شوف في دلافين هنا نقزون. وصلنا. انت ما تداري القارب سريع يا حبيبي، سريع مرة. خلينا الان نجي قدام يا حبيبي. كيف نطلع قدام؟ نبغى نطلع من فوق. وخر. خلينا نطلع من فوق. يا سلام. خلينا نشوف الان وش الجزيرة دي اللي مليانة اشجار. تتوقع فيها الكنز؟ والله اتوقع هذه جزيرة الكنز. اصلا مرة كبيرة الجزيرة دي. لازم نبحث، لازم ننزل الان نستكشف الجزيرة يا حبيبي. نستكشف. ماريو وشو؟ ماريو تشوف اللي هناك. دقيقة خلينا نجيب المنظار. دقيقة بشو. ماريو في هوكا بوكا ساكنين في الجزيرة. يتمشون. والله كثيرين. كم واحد؟ 2 3 4 5. جلسين على الشاطئ هناك. لكل يشوفونا. انتبه لي يشوفونك. هذولي لو يخطفونك. ماريو لو يخطفونك بيسوونك مقلقل على النار. يشوفونك. انتبه. ما انتبه. انتبه. لازم ننتبه. اجل الجزيرة هذه مسكونة وفيها ناس، عشان كذا لازم ننتبه. تعال خلينا الان ننزل ونحاول. شوف الدلفين سريع. تعال بسرعة. خلينا الان ننزل على الجزيرة ونبدا نستكشفها حبة لين ما نحصل الكنز. وين الكنز يا ترى؟ وين تتوقع يا اخوي ماري؟ وين؟ تعال يا اخوي ماري. وش الطريق هذا؟ اتوقع هذه جزيرة الهوكا بوكا. انتبه يا اخوي ماريو. خلينا الان نمشي ونكون حذرين جدا لاني انا والله خايف من هذه الجزيرة. خايف منها الصراحة. اتوقع فيها سكان كثيرين. قاعد اسمع صوت. في ناس. تعال تخبى. بسم الله الرحمن الرحيم. تخبى يا اخوي ماري. تخبى. بتخبي. في اصوات. شو. ماريو بسرعة. خلينا نعرف. والله الظاهر قاعدين يبحثون عنا. الظاهر شافوا القارب حقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم ندور وين الكنز. هذا وشو؟ هذا قبر واحد. وخر. تعال يا اخوي ماري. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا الان ندور. شوف لو كبوك واقفين هناك. شكل في حاجة عندهم. دقيقة خليهم يروحون. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. دخلوا مكان زي الكهف يا اخوي ماريو. تتوقع هذا الكهف اللي فيه الكنز؟ اي والله دخلوا. اي والله شكله يا اخوي. انا بسم الله الرحمن الرحيم. اشوف مكتوب. بدري ويش؟ والله ما ادري ايش مكتوب كلام بلغة الهوكا بوكا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال معي. لا تدخل يا اخوي. انا ابغى ناخذ الكنز. ما عليك خليك قوي. خلينا نولع اللمبة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخوي ولع عشان يعرفون اللمبة. طيب ما عليك خليك قدامي. طيب انت ايش فيك خايف اخوي ماريو؟ ايش فيك خايف؟ ماني خايف. امشي قدامي يا اخوي ماريو. انا خايف. بسم الله الرحمن الرحيم. وش الكهف ذا الغريب؟ والله الكهف هذا غريب. ما شاء الله تبارك الله. اتوقع هو اللي فيه الكنز. والله ما ادري. ما اشوف شيء يا اخوي. اشوف بس خطر على الكبوب. ما اشوف شيء ثاني. ان شاء الله نحصل فيه الكنز. خلينا نستكشفه. بسرعه قبل يجون الهوكا بوكا. طيب في طريقين.
وين نروح وين نروح؟ والله ما ادري، اتوقع اروح من اليمين. انا بروح قدام بروح قدام. ماريو ماريو وش لازم بسرعة خلص، لازم بسرعة خلص. خلنا نجيب فزعة، خلنا نبدأ نجيب. والله 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 ما أدري جونك شيشة ووكا بوكا، مشكلة مشكلة كبيرة. خلينا الآن بسرعة نروح. ماريو ماريو هذاك صندوق. دقيقة دقيقة. تتوقعون هذا هو الصندوق حق الكنز؟ أتوقع إنه يا أخوي ما في إلا هو، ولا لا يكون فخ. شكله فخ، والله شكله فخ. حطينه هنا ليه؟ والله من جد أنا أتوقع إنه فخ يا أخوي ماريو. شكله أنت روح افتحه، اول واحد ما يشغل. انا بشيله يا اخوي بشيله. ماريو وشو؟ وش الوجه؟ ذهب ذهب كبير. لازم نطلع من هنا، لازم نطلع من هنا بسرعة قبل يجونا نوكا بوكا. والله جبنا كنز نوكا بوكا، جبنا كنز نوكا بوكا. يا سلام يا حبيبي يا سلام. يلا يا حبيبي يلا يلا. هذا الشلال، تعال بسرعة 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 بسرعة. أخوي ماريو أخوي ماريو بسرعة، بيلحقونا الآن بيلحقونا. لازم تهرب من هذا المكان بسرعة بسرعة. خلينا نتخبى. الحمد لله الحمد لله. تطلع صوت تطلع صوت. لا أنا داخل الشجرة داخل الشجرة. تطلع صوت تطلع صوت. خلينا نتخبى خلينا نتخبى يا أخوي ماريو. وخر وخر خلينا نتخبى عندك. الحمد لله الحمد لله. وينه وينه ملوكا بوكا ذولي؟ شكلهم بيلحقونا يا ولد، شكلهم بيلحقونا. تخبى تخبى لا تطلع ولا صوت يا اخوي ماريو. لا يشوفونا ما نطلع. هذا واحد من ملوكا بوكا، لا يشوفونا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وش قاعد يسوي ذا؟ وش قاعد يسوي؟ راح اي والله راح 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 راح. يلا بسرعه بسرعه القارب من هنا، القارب اتوقع من هذا الاتجاه. خلينا نهرب بسرعه، لازم نطلع من هذا الجزيره وما عاد نرجع لها ابدا. ايه الحمد لله، اتوقع اخيرا اخيرا خلاص وصلنا يا اخوي ماريو. الحمد لله رجعنا رجعنا الحمد لله اخيرا. اشوف واو يا الذهب، اتوقع هذا الذهب بيجيب لنا فلوس كثير مره. وش تبغى تشتري يا اخوي ماريو؟ علمني وش تبغى تشتري. بيت 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 يا حبيبي. تبغى تشتري بيت؟ اول شيء البيت حقي يا اخوي ماريو، هذا البيت حقي. بعد بيتك اي بعد بيتك، بس خذ عشانك ساعدتني، خذ هذا الستاك الذهبي. وش تبغى تشتري في هذا الذهب يا ماريو؟ علمني. ابغى اشتري قارب زي حقك يا حبيبي، بروح اشتريه مع السلامه. بتشتري قارب زي هذا؟ هذا غالي تراه. والله بكيفه بكيفه مالي شغل. خلينا الان ناخذ باقي الذهب ونجيب فلوس منه كثير مره. بروح ابيعه كامل لعشان اقدر ابني البيت حق الاسطوري. انا متوقع انه بيكون افضل بيت في العالم، راح يعجبكم ان شاء الله. خلينا الان بسرعه نروح ونجهز كل حاجه. اهلا اهلا وسهلا، كيف الحال؟ هذا قاربي الجديد يا حبيبي، القارب اللي افضل من قارب الويدي. خليته لونه احمر وخليته مدفع نفاذ عشان يوصلني لجميع المناطق بسرعه يا حبيبي. بسرعه وش قاعد اقول انا؟ بسرعه فائقه يا حبيبي. طبعا لو اوريكم فوق فوق في الشراع الاسطوري حقي، حطيت له انوار حمراء عشان ينشاف بالليل يا
سلام. وطبعا هنا داخل الطارة حقتي الطارة العملاقة الأسطورية، أقدر ألف فيها يسار يمين. يا حرام الويدي ما عنده زيي مسكين والله. بس طبعا ناقصني أشياء، ناقص أجيب مؤونة وأكل عشان يا سافرت ما أجوع بالطريق. وطبعا عندي سنارة دي اللي أقدر أصيد فيها السمك الأسطوري. وانتو يا حبايبي بس تحطوا لايك المقطع بشول أخوياكم، أنا الآن بصيد السمك الأسطوري. وأهم شيء لا تنسون تكتبون في التعليقات قارب ماري.